هذه القلعة في الواقع عبارة عن تحصينات شمالية وتحصينات جنوبية. التحصينات الشمالية أو التحصين الشمالي مقام على التل الشمالي، التحصين الجنوبي مقام على التل الجنوبي. المساحة المحصورة بين التحصينين اسمها السهل الأوسط، فيها البحيرة الداخلية للقلعة والمخازن العامة للقلعة ومسجد القلعة، وكان بيحيط كلا التحصينين والسهل الأوسط المحصور بينهم سور خارجي بيصير موازي لشاطئ الخليج في الضلع الغربي والضلع الشرقي. لكن للأسف هذا السور وما كان يتخلله من أبراج سقطت بفعل الزمن والعوامل الجوية وارتطام الأمواج بها.